hello guys and welcome back again to another video this is muhammad anoufali and today i'm going to give you a very important video this video many 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 students asked me do you think that english department is good do you advise me to study this department so today i'm going to share with you my opinion and what's the difficulties and what's the chance that may face in English department. طلبنا الأبطال حياكم الله وصلني سؤال بشكل كبير جدا أستاذ محمد تنصحني بقسم اللغة الإنجليزية لو لا واليوم راح أعطيكم كل شيء يخص هذا السؤال وتفصيلات أول نقطة قسم اللغة الإنجليزية هو أعلى قسم من أقسام كليات التربية وكليات الآداب وكليات اللغات يعني اذا انت طالب قسم انجليزي كليه التربيه فانت اعلى معدل عندك. اذا انت طالب كليه اداب لازم يكون عندك اعلى معدل، يعني اذا انت طالب معدلك قليل احتمال تنقبل تاريخ، جغرافيا، اذا معدلك عالي تنقبل انجليزي. فقسم الانجليزي كلش قسم مطلوب ومرغوب حيل. يعني لازم يكون معدلك عالي حيل حتى تقدم انجليزي. وحسب الجامعه وحسب المعدلات وحسب ايضا التخصص، فهو قسم جدا عالي لان جدا عليه طلب. طيب النقطه اللي بعدها طيب طالما ما عليه هيك طلب هو تعيينه مركزي؟ يعني من اتخرج قبل راح اتعين؟ الجواب لا. قسم اللغه الانجليزيه التعيين به مو مركزي، يعني انت طالب حالك حال اي تخصص اخر. تتخرج وتنتظر تعيينك، لو تحصل تعيين، لو ما تحصل تعيين، لكن لكن انتبه على كلمة لكن. قسم اللغة الإنجليزية من الأقسام اللي بيها شغل جدا حلو، يعني شلون؟ يعني إذا تخرجت من قسم الإنجليزي تقدر تشتغل بمدرسة أهلية، تقدر تدرس خصوصي، تقدر تدرس بمعهد، تقدر تشتغل بشركة، ممكن تشتغل صحفي، ممكن هواي تشتغل تخصصات. والمجال مفتوح قدامك لكن تخرج رياضيات الا مدرس فهذا هو الفكره يعني قسم الانجليزي بمجالات اكبر ممكن تكون يعني دبلوماسي ممكن تشتغل بالسفاره مو السفاره مات هذول لا السفاره يعني سفارات ممكن تشتغل منسق دبلوماسي ممكن تشتغل يعني هواي اكو مجالات لقسم اللغه الانجليزيه هواي ممكن تشتغل لكن يبقى حسب ايضا همتك اذا انت طالب نايم 24 ساعه لا تقرا لا إشي. طبعا ما تستفاد ولا راح يفيدك انجليزي راح تنام فهو ايضا قسم مهم وعلي طلب وعلي شغل لكن يريد واحد عنده همه ايضا عنده همه طيب السؤال اللي بعده الصعوبات اللي موجوده بقسم اللغه الانجليزيه هو انه عالم جديد ونمط جديد يعني الاسئله راح تختلف ماكو شيء اسمه اختيارات ممكن يجيب لك سؤال استاذ تكلم عن كذا موضوع انت لازم تكتب من عندك على الغيب الأسئلة مختلفة الأسئلة نمطها جديد عالم غير عالم المتوسطة يعني مثلا يعني موضوع الإنشاء الإنشاء بالسادس إعدادي مثل إنشاء التدخين أو إنشاء إلى آخره هذا الموضوع بالجامعة راح يصير كتاب كامل اسمه كتابة فقرة ومقالة فهذا لازم تجي أنت تكتب على الغيب تكتب يقول لك اكتب عن أفضل صديق لك لازم تكتب ولازم ما يكون غش تكتب على الغيب فالفكرة أنه أكو عالم جديد وعالم غير العالم اللي أخذته أنت هل هو صعب؟ لا هو مو صعب لكن هو عالم جديد خصوصا البدايات جدا غريبة يعني أكو مادة اسمها مادة الصوت هاي المادة أنت عمرك ما دارسها وعمرك ما شايفها تعال سوى رسم صوتي فهي يعني هو عالم جديد شوي هاي النقطة طيب النقطة اللي بعدها عن قسم اللغة الإنجليزية أيضا نقطة مهمة كلش التعامل الصعب من الكل يعني شلون؟ يعني مثلا أنت طالب تخرجت من سادس إعدادي وقبلت قسم قسم انجليزي وتنشر منشور الحمد لله تم قبولي بقسم اللغه الانجليزيه راح تاكل تنمر بقد الارض يتنمرون عليك انت كل عقلك رايح انجليزي والله لا تنمر بقد شعر راسك يظلون يحجون عليك مثلا الدكتور خصوصا الاساتذه بالجامعات اكو بعض الاساتذه نفسياتهم جدا سيئه يعني يخجلك يخليك موقف محرج فهذه هي الصعوبات صراحه فبالبدايه احتمال تنصدم لكن بمرور الوقت تتعود عادي يعني. يعني يعني ايضا من النقاط انه بعض الاساتذه يجيك قافل حاقد عليك تحسه يجي يريد بس يرسبك يريد بس يوقعك ليش هم دائما بالانجليزي قسم الانجليزي دائما يحاولون يصفون الطالب يريدون يشوفون من الشخص اللي عنده واهس يكمل لو جاي بس على مود السمعة على مود انجليزي فدائما يعني اكو اكو يعني مثلا انت طالب مرحلة اولى جاي قسم انجليزي طلاب المرحلة الثانية والثالثة راح يتنمرون عليك يقولوا لك انت انجليزي روح لك مادة بها حاضر هو راح تواجه شيء نماذج هواي راح تلقى هذول ايضا بعض الناس اللي يعوج بحلقه أر أر تباو عليه تقول هذا حش حيوان قاعد يحكي مو عربي فيقول لك مثلا ها هاو ار يو ام هو اصلا يعني يعوج حلقه وحتى ما يحكي كلام واضح يعني مثلا واحد اي برو هاو ار يو توداي ام هابي توداي يا بدك ايش قاعد تحكي انت يعني الاجنبي ما يفهمه مو العربي فهاي النماذج راح تشوفها فلذلك حاول تبتعد عن هيك نماذج ولا تسمع كلامهم يعني هسه مثلا انا شخص احكي انجليزي اقول Hi, my student. How are you? I'm very happy today because you are because I love you and I like to speak with you in English. كلام واضح بسيط لغة بيور واضح. إلا أنه بعض الناس نماذج تعبانة يعوج بحلقة وهو يحاول أنه بس مجرد يعني يخليك تستغرب يعني هو ما جاي على مود اللغة ولا جاي يريد يحكي هو بس جاي يريد يبرز عضلاته قدامك هذول أهم دير بالكم من عندهم راح يتعبونكم خصوصا طلاب المرحلة الأولى ايضا النقطه اللي بعدها خصوصا الطلاب اللي دائما يقول لي استاذ انا اساسي ضعيف تنصحني اروح انجليزي هذا السؤال صراحه مهم شوف أه شوف هذا السؤال مهم وهذا سؤال يعني سلاح ذو حدين ليش لانه اكو طلاب مستواها أساسها ضعيف بس جعل انجليزي بهمه وقافل حتى لو اساسه ضعيف يشد حاله ويجتهد يقدر يدخل انجليزي ويقدر يتعلم ويتطور واموره تمام ماكو عنده اي مشكله لكن اكو ناس هو ما له واهس يقرا اجى على الانجليزي عباله الانجليزي هم راح يعلمونه وهاي الانجليزي اخذوها قاعده الانجليزي ترى ما يعلمك شيء انت اللي لازم تجتهد انت اللي لازم تطور روحك يعني انا اعرف طالب كان وياي كنت درس نحو وازمنه وقواعد طلع امتياز بكل المواد واكو طالب اجانا بالانجليزي قسما بالقران الكريم مترجم والله مترجم والله كان يشتغل ويا الامريكان رسب بالمرحله الاولى ليش؟ لان ما يقرا ما يحضر محاضرات فقسم الانجليزي يراد له تعب ويراد له جد ويراد له فاذا جاي انت وحاط لك جقارتك وجاي تريد طقطق وتبرز عضلاتك على اساس انت طالب انجليزي هاي ما تفيدك. الدراسه تريد قراءه واجتهاد وحضور خصوصا بالبدايه شنو طاوح تقرا ترجع لي وقت فيعني بالبدايه اكو صعوبه اذا لك واهس ولك خلق توكل اذا انت طالب ما لك خلق وما تريد تعب نفسك نصيحتي لا تروح انجليزي النقطه اللي بعدها ايضا الصعوبه تكمن يا اخواني في نقطه انه يعني الاساتذه بالجامعات كلهم يدخلون عليك اول مره يحكون بس انجليزي يجي عليك يقول لك مثلا هاي توداي وي ار جوينج تو توك اباوت كذا تصفي دقيقه شنو هاي شنو هاي وين بلندن اني شو كل انجليزي بس هو دائما مو الكل يعني، اكو اساتذه راح يحكي انجليزي وعربي، اكو ناس بس انجليزي، حتى اذا عندك امتحان يقول لك باكر عندك امتحان بانجليزي، واكو ناس بس عربي راح تحكي لك، واكو ناس يجونك ضعفاء، واكو ناس فالقصد الغالب راح يحكي انجليزي بس، فانت راح تنصدم تقول دقيقه ايش قاعد يحكوا هذا؟ بالبدايه هيك يعني بعدين تتعود عادي يعني ماكو ماكو مشكله. طيب أه ايضا أه يعني أه ايضا يعني حقيقه مثل ما حشينا، اكو اخير نقطه اريد اقول لكم اياها. ملخص هذا الحكي كليته الخص لك نقطة واحده انا طالب قسم انجليزي مرحله اولى رسبت بماده الصوت اخذت سبعة من عشرين وانا من اشطر الطلاب انصدمت بالاسئله وما عرفت شلون اجاوب بالاخير انا صرت مدرس ماده الصوت وحاليا انطي دورات لتعليم ماده الصوت فاتح دوره اذا تحبون تشتركون حياكم الله فيعني الصعوبه بالبدايه كلش صعبه راح تنصدم وراح تقول والله ما انجح بعدين كلش عادي وطبيعه، خلي يكون بعلمك كلش راح تنصدم وكلش راح تشوف شيء غريب بعدين تتعود ويصير الموضوع كلش عادي. فاذا انت شخص تحب اللغه الانجليزيه وتحب تصير مدرس انجليزي وتحب تشتغل على روحك وتتطور توكل على الله. واذا انت طالب مو من النوع اللي تحب تقرا عندك لغه تسمعها من الافلام هاي ما تفيدك. طبعا مو معناها ما راح تطورك، لا راح تطورك، لكن مجرد كلامك بالانجليزي والتحدث مع الاخرين باللغه الانجليزيه هذا ما راح يقدم لك اي شيء. لازم تقرا وتجد حيلك وتشتهد اذا انت طالب ضعيف ما عندك اساسيات اذا تحضر كل المحاضرات اللي بالجامعه ودائما تسال وتطور روحك واذا انت ضعيف في ماده مثلا معينه تدخل دوره هيك امورك طيبه لا تخاف امورك طيبه. اخر سالفه اريد اقول لك اياها عادي بالجامعه ممكن تدخل على قسم الانجليزي الطلاب عدد الشعب 40 طالب واحد ينجح عادي. يعني طبيعي وهذا الحكي موجود بكل التخصصات يعني وصدقوني ترى ماكو قسم بدون قرايه يعني هسه انت لو تروح تاريخ هم قرايه لو تروح رياضيات هم قرايه لازم تقرا فلازم يعني ماكو ما شيء سهل لازم تتعب خصوصا البدايه الى هنا انتهى هذا الفيديو حبيت اقول فاتحين دورات صوت نحو مرحلة أولى ثانية إذا تحب تشترك ويانا حياك الله وإذا ما تحب فأنا ما مقصر وياكم على اليوتيوب كل شي شارح ودائما نسوي حتى نخدم طلابنا قسم اللغه الانجليزيه كان معكم الاستاذ محمد النوفلي في امان الله